وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس وما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا يوم لا تملك نفس وما أدراك ما يوم الدين وما أدراك ما يوم الدين
وما أدراك ما يوم الدين. يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. صدق الله العظيم.